صباح الخير، تعال نتكلم في الفيديو ده بقى عن السيركاريال ديرماتايتس. ايه السيركاريال ديرماتايتس ده؟ ده الديزيز اللي بتعمله السيركاريا بتاعت النون هيومن شيستوزوم. يبقى هي الشيستوزومه بتاعت الطيور، بتاعت الحيوانات، بتاعت البيردز مينلي. هي دي بقى ايه اللي بتيجي السيركاريا بتاعتها لو خرمت جلد العيان ودخلت، بتكتشف ان هو مش بيرد، وبتكتشف ان هو مش حيوان، فما بتعرفش ان هي تعمل فيه الديزيز بتاع الشيستوزوميزس، فبتعمل له مجرد اول مرحله اللي هي السيركاريال ديرماتايتس وتقف على كده. بيحصل دايما في الشواطئ اللي فيها نفس المنظر ده، شويه بيرد بتلوث المنطقه، وفي سنيلز في قواقع قاعده على الشط، والسيركاريا موجوده جوه الميه، وايه وكل الظروف متوفره. عشان كده بنسميها دايما الباثرز ايتش او السويمرز ايتش، لان هو دايما بيبقى عنده هيستوري ان هو كان بيعوم او كان في شط من الشواطئ الملوث بالشيستوزوم. طيب اتفقنا ان الشيستوزوم دي لو هي السيركاريا دخلت جوه بيرد فهتكمل دوره حياتها وتبقى مبسوطه وسعيده وزي الفل، وتديني شيستوزوم ميل وفيميل وخلاص جميله جدا. اما اللي هي السيركاريا دي حظها الوحش ان هي خرمت جلد سيادتك، فلما خرمت جلد البني ادم كانت جو بيوند الجيرمنال لاير، اخرها كانت الجيرمنال لاير، فخلاص في يومين ثلاثه كده سكين راش وايه وهتمشي. العيان ده هيجي يشتكي ان هو عمال يهرش، عنده سكين راش. المشكله ممكن تطول معاه شويه، ان الراش ده اللي هو شويه بابيولز لو دخلت عليهم بكتيريا هتعمل لي سكندري بكتيريا الانفكشن، تتحول الى باستيولز اللي هي كلكيعه، بس كلكيعه فيها باس. العيان ده هتشخصه ان هو هيديك هيستوري ان هو كان بيعوم في ميه ترعه او في شط من الشواطئ اللي انت عارف ان هو ملوث بيه الشيستوزوما، وبعد كده بقى عنده سكين راش. وانت حتى تريتمنت انت مش هتدي له علاج للشيستوزوما ولا حاجه، انت هتدي له مجرد انتي هيستامينك، حاجه انتي الرجيك يعني عشان الهرش اللي عنده، عشان يعرف ينام بالليل ما يقعدش يهرش، وتدي له انتي بايوتكس لو كان فيها سكندري بكتيريا انفكشن، وممكن كمان تدي له انتي بايوتكس لوكال حتى لو ما فيش سكندري بكتيريا انفكشن عشان انت تمنع حدوثها. ازاي هعمل كنترول؟ سنيل كنترول اهم حاجه، قواقع، اقضي على القواقع، ما يا ريت ما تنزلش جوه اي ميه ملوثه، ولو نزلت جوه ميه ترعه فمن فضلك اول ما تخرج من الترعه هتنشف جلدك على طول عشان السيركاريا ما تعرفش ان هي تخرم جلدك وتدخل. ثانك يو.